اهلا بكم. اذا البدايه بشروق اليومي جهيده، نشوفوا العنوان في الشاشه. الشروق اليومي عنونت صدر صفحتها الاولى ب 300 مليار من جيوب الاولياء مقابل تسجيل ابنائهم لشهاده نهايه السنه. اذا هي ميزانيه ضخمه جهيده يحصل عليها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سنويا، وهي اللي تقدر نذكر باكثر من 300 مليار سنتيم من عائدات حقوق تسجيل قرابه اكثر من مليوني ونصف المليون تلميذ مترشح لشهادات النهائيه الادوار التعليميه الثلاث، السانكيام والبيام والبكالوريا. إذن هي العملية التي تنطلق كما هو معروف جهيدة في كل سنة بداية شهر أكتوبر وتنتهي منتصف شهر نوفمبر، وهي متواصلة هذه السنة. إذن هذه المبالغ الضخمة تعتبرها الدولة هي مساهمة أولياء تلاميذ في لصالح الديوان للتكفل بمختلف أعباء تنظيم الامتحانات الدراسية بدءا من طبع المواضيع ونسخها وأيضا مصاريف الأساتذة والحراس أيضا جهيدة. إذا من الشأن التربوي نشوف الشأن الاقتصادي، نبقى دائما في الشروق اليومية التي نقلت تصريحات تحذيرات خبراء الاقتصاد جراء التآكل السريع الاحتياطي الصرف جهيد الذي ربطوه بالارتفاع الملفت لفاتورات الواردات وتضاءل حجم الصادرات خارج المحروقات. أكدوا خبراء الاقتصاد حسب الشروق اليومي أن اختراف 8 ملايير دولار من صندوق الاحتياط في ظرف 90 يوم هو مؤشر خطير، ودعوا الحكومة في نفس الوقت إلى تطبيق ما سبق وأن تحدثت عنه وهو تسقيف الواردات سنة 2017 عند حدود 30 مليار دولار، وكل هذا يدخل في ترشيد في سياسة ترشيد النفقات الجديدة. نعم. وايضا الحل في لتسقيف هو ايضا التسقيف، وايضا الحل في استثمار المحلي. الحكومه دائما نشد بانه يجب تشجيع الصناعه والزراعه في كل ما هو، ربما هذا الشيء قد يخلي مش تسقيف الواردات يعني نستغناه يعني اصلا عن نستغرده. نعم جهيدة في يوميه البلاد نعود نقول شان التكتل النقابي الذي دخل في اضراب الاسبوع الماضي. في يومية البلاد نقرأ دعوة سلال شكلية ونطالب بتجميد فوري للقانون، وما أكدتها نقابات التكتل النقبي بعد الإضراب الذي شنوه الأسبوع الماضي والأسبوع اللي قبله. وقالوا أن الدعوة اللي دعا إليها الوزير الأول عبد الملك سلال هي مجرد دعوة شكلية فقط مع النقابات المضربة، ما لإظهار فقط النية الحسنة أمام الرأي العام، لأن الحوار لا يكون بعد فرض القانون حسب تصريحات أعضاء التكتل النقابي جهيدة. ودعوا أيضا مصالح الوزير الأول إلى تجميد القانون لحين الانتهاء من النقاش إذا كانت هناك نية حسنة للتفاوض. إذن جهيدة نذكر فقط أنه اليوم أعضاء التكتل النقابي راح يكون عندهم اجتماع حسب مصادر أعضاء التكتل النقابي، راح يجتمعوا اليوم الفصل في خيار التصعيد هو اللي راح يكون بعد العطلة، كل هذا في ظل تمسك الحكومة بقرار عدم بقرارها. حتى أنه أنا يعني الصباح وأنا جاية سمعت في الأخبار أنه حتى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عندها اجتماع مع النقابات باش يحددوا أيضا يعني العديد من القضايا اللي هم لازم يفصلوا فيها. نعم الدكتوراه، المسابقة، الألمدي وفيما يخص، وسنتحدث أكثر احنا بعد قليل على التعليم العالي من خلال التركيز على موضوع خصخصة الجامعات مع ضيفنا راح يكون حاضر معنا إن شاء الله. جهيدة، إذن من البلاد إلى يومية الفجر وشأن السياسي، عنونة الفجر حرب كلامية بين بالخادم وولد بالعباس. في تفاصيل المقال الأمين العام نعم. نعم ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السابق عبد العزيز بالخادم ربط ما أسماه هو إقالة عمار سعداني بتصريحاته وتهجمات، يعني ربط إقالة ما أسمى إقالة سعداني على خلفية أنه تهجم نعم على بالخادم. نعم على رموز الدولة والسلطة جهيدة، تصريحاته التي مست رموز الدولة والسلطة أيضا، وشكك في قدرة جمال ولد عباس على قيادة الأفلان وتمكين الحزب من الريادة في الانتخابات القادمة، وطالب أيضا ولد عباس بتشكيل هيئة انتقالية لإعادة لم الشمل. الإخوة الفرقاء. نعم، رد ولد عباس يعني كان سريعا في يومية الخبر، نقرأ رد ولد عباس اللي قال لا أماكن شاغرة في الأفلان. إذا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ولد عباس رد على عبد العزيز بالخادم
حول الوضع بخصوص تصريحاته حول الوضع داخل الحزب العتيد وضرورة إنشاء هيئة انتقالية لإدارة شؤون الحزب. قال أن أولئك الذين يطالبون بهيئة انتقالية يريدون التموقع فقط، لا توجد مناصب شاغرة في الحزب، وهناك لجنة مركزية منتخبة لا يمكنني التخلي عنها، لم آتي لأجل هذه المهمة. إذن هذا هو تصريح الرد الذي قاله ولد عباس للأمين العام السابق عبد العزيز بن خادم. إذن إلى الصحافة الدولية الآن جهيدة، نبدأ بالعربي الجديد التي عنونت مأزق الحكومة التونسية مواجهة الشارع بلا دعم وخطاب مقنع. إذن كما نلاحظ في الشاشة جهيدة العنوان، عشية مناقشة ميزانية العام المقبل في مجلس النواب، تدل كل المؤشرات الحالية في تونس على أن حكومة يوسف الشاهد في مأزق حقيقي وسط تساؤلات سياسيين ومسؤولين وخبراء ومواطنين أيضا، كيف يمكنها أن تتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة وتتمكن من إقناع الرأي يعني العام والحكومة تقف يعني الحكومة اليوم تقف في مواجهة الكل تقريبا، تمكن من قناعهم لتمرير الموازنة لتضمن إجراءات استثنائية. هذا الحمد لله. طيب محرز بقى معايا، نبقى في العربي الجديد نشوفه في عنوان معلق يعني رحيل ملحن البركات الموسيقار اللبناني، فكتبوا فقيد الموسيقى العربية تفقد ملحن بركات، وفعلا هو موسيقار كبير، موسيقى العربي كبير فقده العالم العربي. أيضا في عنوان كتبوا أنصار ترامب يستعدون للحرب إن فازت كلينتون. الانتخابات الأمريكية مشاهدين الآن راهي تسيل حبر كل الصفحات الجرائد لمانشات المواقع الإلكترونية، لأنه فعلا هذه الانتخابات راهي تشد لها الأنظار بقوة. وفي شروق مورنينغ دائما مشاهدين الخدمات اللي نقدموها لكم تصب في هذا الجانب، ولنا اليوم وقفة خاصة في حديث عن الانتخابات الأمريكية بين هيلاري كلينتون وبين رونالد ترامب، وسنتحدث أيضا عن وجه المفارقة بين البرنامجين قبيل الانتخابات التي ستعرفها أمريكا في 8 نوفمبر المقبل. نعم جيدة. إذن من العربية الجديد إلى القدس العربية، حسب مصادر القدس العربي استعدادات لعقد لقاءات مصالحة بين فتح وحماس في الدوحة للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. إذن حسب ما نقلته القدس العربية جيدة عن مصادر فلسطينية، توقعت أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة لقاءات مصالحة جديدة بين حركتي فتح وحماس للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية محل حكومة التوافق في أعقاب لقاء الدوحة الذي عقد الليلة قبل الماضية في العاصمة القطرية. هو اللقاء الذي قدمت من خلاله الحركة حركة فتح رؤية متكاملة لتحقيق المصالحة. والله المصالحة بين فتح وحماس دائما هي أقصى ما ربما يطلبه الفلسطينيون والعالم العربي، لكن دائما المحاولات الصلحة ما بين فتح وحماس دائما تتعثر. نتمنى وهذه المرة فعلا أن تكون لقاءات المصالحة على تشكيل حكومة الوحدة كما أطلق عليها أنه تمشي في مسعاها الحقيقي. إن شاء الله يا جهيدة. إذا كان هذا آخر موضوع نختم بها قراءة في الصحف النهار اليوم. يعطيك الصحة. شكرا وأيضا نختم ربما بأنه المعرض الدولي للكتاب راه في طبعته 21 ويقام في الجزائر في قصر المعارض الصنوبر البحري. توقيعات بالجملة راهي في المعرض، واللي كل واحد يحب يروح يشوف كاتبه المفضل ما عليه إلا أنه يزور المعرض الدولي. نادية شكرا جهيدة. يعطيك الصحة. إذا مشاهدينا الأكارم المورنينغ متواصلة معكم، وقفة خاصة عن الجامعة الجزائرية بعد هذا الفاصل.